بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. إخوان مرحبا بكم في لافورماسيون إلكتروميكانيك سيستم أوتوماتيزي. دونك من بعد ما شفنا 3 إكزيرسيس في لي زومبليفيكاتور إنفيرسو، دابا نشوفو إكزيرسيس نيميرو 4. دونك هاد الإكزيرسيس دابا بدينا كنطلعو شوية في النيفو، غير إكزيرسيس شوية صعب لأن ليكزامان فان باساج راه تيتحط الإكزيرسيس اللي هما صعب، مغاديش نفشلكم، ولكن خاصكم ترينيو مزيان معايا في هاد التمارين باش ملي نخدموا ليكزيرسيس ديال ولا نبداو نخدموا شي امثله ديال الامتحانات ما نصيبش معكم مشكل. ماشي تقعد تسول من جسدي ومن جسدي. دابا كنعطيكم لا باز وكنعطيكم كنهيئكم امتحانات، يعني هاد التمارين راه هما اللي كيتحطوا في امتحانات، ماشي تقول لي لا صعب ولا هذا صعب، حنا في القسم كنخدموا شويه ساهلين، راه هادشي هو ديال الامتحانات. هاد التمارين كنجيبهم لكم من الامتحانات، كنحيدهم من الامتحان كنجيبهم ونخدموا معكم باش ملي تشوف ورقه كامله غتقول اه فوالا هذا فيه تشيفو، هذا هو البياج ديالو، طق طق عقل عليه غصافي من غتجي ما غاسيبش شي مشكل. دونك نبداو مباشره في التمرين. عندي هنايا واحد لامبليفيكاتور، شمن لامبليفيكاتور انفيرسور، علاش؟ حيتاش عندي لاليمونطاسيون داخله الموه. لاليمونطاسيون تقدر تكون جيناتور دو كورون، تقدر تكون جيناتور دو طونسيون، حيتاش هنايا ماشي جيناتور دو طونسيون، واضح؟ انا راه ما عنديش او، عندي اي، هذا كيتسمى جينيراتور دو كورون، اي ان ايكال 1 ملي امبير، عقلوا لهاد اللعيبه هادي. وعندي هنا دو ريسبونس ار ان، وعندي دو ريسبونس ار دو، نسبة بلوس راه غادي لا ماس. فوالا لي كيسيون، قال لك كالكلي لو كورون اي، هاد الكورون اللي خارج ليا من لامبليفيكاتور بغيت نكالكليه، كالكلي لو كورون اي، غنشوفو كيفاش غنديرو ليه. بالنسبة لا كيسيون دو، كالكلي لا بويسونس دو سي بي بار لامبليفيكاتور اوبيراسيونيل. فوالا هاد العلاقة جديدة ما عارفينهاش. كيقول كيفاش غنكالكل البوسونس ديال لامبليفيكاتور، كنكالكل البوسونس ديال ريستونس اي، بوسونس ديال الموتور الكتريك اي، البوسونس ديال شي حاجه. مرحبا، قلت لي لامبليفيكاتور عمرنا ما حسبنا البوسونس ديالو، فالتمرين غادي تعرف كيفاش تحسب البوسونس ديال لامبليفيكاتور. دونك تبعوا معايا باش تفهموا مزيان كيفاش غادي نخرجوا هاد التمرين، راه صعيب شويه ولكن ملي غتبع معايا غادي يولي لك ساهل، مايمكنش تفرج في الفيديوهات ديالي وتبقى عندك شي حاجه صعيبه، واضح؟ لان كنشرحوها بالتفصيل، ماشي بالتفصيل المهم، التفصيل اللي فوق مهم. المهم باش نكالكيو لو كورون اي، هاد الكورون هذا بغينا نحسبوه مزيان. هاد الكورون الا خرج ليا من هنا فين غادي يمشي؟ غيمشي واحد النود هنايا اي ار 3 وهنايا اي ار 1، هاكاك مزيان. هاد الكورون اي ار 1 غيدخل لي هاد ريزيستونس مزيان، ومن غادي يخرج غادي يلقى واحد النود. ها واش غادي يتفرق؟ لا صاحبي ما غاديش يتفرق، لان الاي موان ايكال او بلس ايكال زيرو، دائما هادي متعقلوش، دائما هادي عقلوا عليها، اي موان ايكال اي بلس ايكال زيرو، و في موان ايكال في بلس ايكال زيرو. هاد العلاقات ما كنسوهمش في لومبليفيكاسيون، دائما معنا ودائما غادي يبقاو معنا، واضح؟ دونك الكورون اللي غادي يخرج ليا من ريزيستونس ار ان راه هو نفسه اللي غادي يمشي ليا هنايا، اللي هو اي ان. دونك اي ار ان راه مخرجه راسها براسها، اي ار ان ايكال اي ان ايكال واحد ملي امبير. اي ار ان اللي كيقول لك علاش تقدر تكون اي ار ان ناقص كتساوي ناقص اي ان، لان هذا طالع وهذا ربما غادي يكون لا راه شوف السونس ديال جينيراتور ديك السهم هابط وهذا حتى هو هابط، اذا عندنا لو ميم سونس، اذا اي ار ان ايكال اي ان. كون كان هذا الكورون هذا طالع غادي يكون اي ار ان ايكال موه اي ان، ولكن ما دام في نفس السونس راه عندنا لو ميم فالور وعندنا لو ميم سونس، اذا اي ار ان ايكال اي ان باختصار. مفهومه؟ علاش؟ لاحقاش واخا عندي واحد النود هنايا لو كورون ديال لامبليفيكاتور كيساوي زيرو، عقلوا عليها مزيان. دونك غادي نعاود باش نشرحو. لو كورون اي غادي يخرج غادي يلقى واحد النود، غيدخل ليه ريسبونس اي ار 3 وغادي يمشي ريسبونس اي ار 1. لو كورون اي ار 1 لو كورون اي ار 3 غيتفرق ليا مزيان. بالنسبه للطونسيون هاد الريسبونس ار 1 و ار 3 كي دايرين؟ ار 1 و ار 3 راهم اون باراليل. علاش اون باراليل؟ حقاش هنايا تقريبا هاد الخيوط كنعتبروهم ما كاينينش باش نشرحو لكم مزيان. عندي هذا هو لامبليفيكاتور ياك، هاك هنا عندي الموا وهنايا عندي البلوس. هاد الكورون ها هو خارج ليا، خليو هادشي نديش عليه، هنايا خارج ليا الكورون اي ياك، لان هنايا غادي يمشي غادي يلقى ليا واحد النود وغادي يتفرغ، غادي يدخل لي ريزيستونس ار 3 وريزيستونس ار 1. ها هي ريزيستونس ار 3 وريزيستونس ار 1. هاد ريزيستونس ار 1 قلنا غادي يمشي غادي يمشي جينيراتور دو كورون، ها هو غادي يمشي غادي يمشي جينيراتور دو كورون. حقاش هذاك الفيل اللي غادي يمشي ليا للموه غادي يخرج من لهنا وغادي يمشي للموه راه زيرو، لو كورون ديالو كيساوي زيرو، اي موه كيساوي زيرو. دونك حنا غنديرو غير وهمي، هاد الخيط هذا
راه هو هذا، حنا غنديرو غير وهمي لان لو كورون اي موان كيساوي زيرو. تخي بيان، دونك هاد الكورون هادي فين جاي؟ غادي يمشي ليه البلوس وغادي يمشي ليه ار 3. هو مشي ليه ار 3 وغادي يمشي ليه الاي بلوس، هذا سوا غير وهمي. علاش؟ حقاش اي موان ايكال اي بلوس ايكال زيرو. تخي بيان، دونك ملي مشي ليا الكورون جاتو دو كورون مشي ليه ار 3 ومشي ليه البلوس، هو ار 3 مشي ليه الكورون ومشي ليه البلوس، فين مشى؟ مشى لاماس. تخي بيان، دونك هاد الريزيستونس اللي كيبانو ليكم اون باراليل هاكا، وهاد الطونسيون عندي هنا شنو هو؟ هو في اس. يعني عندي في اس ايكال اي ار 3 وهنايا لو كورون اي ار ان هاكا. في اس شنو كيساوي؟ كيساوي ار 3 اي ار ان، وكيساوي ليا ار ان فوا اي ار ان. علاش؟ حقاش هما اون باراليل، قلنا شي حاجه اون باراليل خصنا نديرو ميم طونسيون. دونك هادي راه ما خليش ليكم شي لبس ولا شي تساؤل كيفاش هادشي اللي غندير، ما بغيتوش يجيكم صعيب، حقا شرحت لكم هنايا مزيان. دونك عندي هنايا لو كورون اي اش كيساوي ليا؟ كيساوي ليا لو كورون اي ار 3 بلوس لو كورون اي ار 1. ها مزيان، علاش؟ حقاش عندي هنا واحد النود لو كورون تفرق ليه، دخل ريسونس اي ار 3 ولو كورون دخل ريسونس اي ار 1. مزيان، لقيت انا عندي في اس شنو كيساوي؟ في اس قلت لكم هو اي ار 3 فوا ار 3، وكذلك يساوي ليا ار ان و اي ار ان. تري بيان، يعني اي ار 3 و ار 3 يساوي اي ار ان و ار ان. مزيان، ولقينا هنا شنو لقينا؟ لقينا اي ار ان راه هو نفسه اي ان، عندنا اي ار ان هو نفسه اي ان، لان هاد اي موان كتساوي زيرو. قال الكورون اللي غادي يدخل ليا ريستونس ار ان هو غادي يخرج منها هو نفسه راه ديال جينيراتور دو كورون. مزيانه، يعني اي ار ان كيساوي اي ان. دونك انا كنقلب، عندي اي ار 3 فوا ار 3 كيساوي اي ار ان اللي هو اي ان فوا ار ان. تخي بيان، دونك اي ار 3 واش كتساوي؟ اي ار 3 كتساوي ليا ار ان سيغ ار 3 فوا لو كورون اي ان. اي بيان، وعندي اي ان ايغال اي ار ان. واضح هادشي؟ مزيان، هادشي هو اللي غادي نعوض به هنايا. هاد اي 3 واش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا ار ان سيغ ار 3 فوا لو كورون اي ان زائد اي ار ان راه هو اي ان. تخي بيان، دونك هاد الكورون اي واش كيساوي ليا؟ كيساوي لي اي ان عامل لي ار ان سيغ ار 3 بلوس ان. مزيان، لي فالور دي ريزيستونس راهم عندي ار ان راه هي 2.5 كيلو، ار 3 راه هي 20 كيلو زائد 1، وهاد اي ان راه هي 1 ملي امبير. دونك اي ان ساهله، حقاش الى هنا اي ار 3 و اي ار ان غادي نحصل اي ار 3 باش نخرجها خاصني في اس، وفي اس ما عنديش، دونك غادي يولي معادله مجهولين، خاصني لو كورون خاصني لو طونسيون. دونك نقيس واش نسيب كيفاش نخرج لو كورون اي. دونك باش نخرج لو كورون اي خاص يكون عندي كامل المعطيات اللي هما ار 3 و ار ان ولو كورون اي. واضح كيفاش درت ليها؟ مزيان، غادي نشرح وشرحت مزيان. لو كورون اي ان كتساوي 1 ملي امبير فوا ار ان اللي هي 2.5 سيغ ار 3 اللي هي 20 بلوس ان. دونك هادي 2.25 راهي بالكيلو، بالكيلو غاتسيبلي فيها غاتبقى حتى هي 100 يونيتي اللي هي 2.5 سيغ 20 اللي هي 1 سيغ 8 بلوس 1 اللي هي 1.125 ضربنا في واحد غتبقى هي النيت. دونك لو كورون اي ايكال 1.125 امبير، لا ماشي امبير، بالميلي امبير. علاش؟ لان هاد الواحد عندنا عندنا بالميلي امبير. تري بيان، واضح مزيان. دونك هنايا خرجت لو كورون اي، قالك هاكا لو كورون اي، ها هي لو كورون اي. سؤال تاني قال لك كالكلي لا بويسونس ديسيبي بار لامبليفيكاتور اوبيراسيونيل. كيسيون 1 وكيسيون 2، بالنسبه لا بويسونس ديال لامبليفيكاتور هو لو كورون سورتي فوا لا طونسيون سورتي. شنو هو الكورون سورتي؟ الكورون سورتي هو اللي كيخرج من لامبليفيكاتور دائما، اذا هو لو كورون اي فوا في اس. تري بيان، في اس قلنا شنو كيساوي؟ في اس هو ار ان فوا اي ار ان، و اي ار ان هي اي ان، سا فو دير ار ان فوا اي ان. دونك ايكال لو كورون اي اللي حسبته هنايا فوا في اس قلنا اللي هو ار ان فوا
IA. Donc I li hiya 1,125 fois R1 li hiya 2,5 fois le courant I1 li hiya 1 milliampère. Ou هذه هي بالملي امبير وهذه بالكيلو جوج فاصلة خمسة كيلو دونك هذه فاصلة أس ثلاثة وهذه فاصلة أس ناقص ثلاثة غنتسابلي فيها جوج فاصلة خمسة فوا رزق هي جوج فاصلة خمسة جوج فاصلة خمسة غنضربو فوا العدد تخرج لنا كذلك بالميلي وات دونك 1,125 إلى ضربناها فوا 2,5 غتخرج لنا 2,81 milliwatts. Qu'est-ce qu'on va écrire? P égale 2,81 milliwatts. Allez, 1 milliwatts. On va dire là-haut. On dit ici, c'est le courant ici, I, pour le milliampère. Ah, on va le faire pour le milliampère. Bien. R1, on dit pour le kilo. Ou I1, on dit pour le milliampère. Donc, on dit pour le kilo, on dit pour le milliampère. اللي هي 10 أس 3 10 أس ناقص 3 غتزيد غتبقى لي 2.5 في 1 مزيان 2.5 في 1 اللي هي 2.5 غنضربو في 1.125 كتساوي لي 2.81 2.81 يعدي بالملي أمبير إلا بغيت نحول الأمبير خصني نضربها في 10 أس ناقص 3 هاكاك لأن كتساوي لي 10 أس ناقص 3 وات اللهم نديرها بالملي وات اللي هي 2.81 ملي وات دونك هادشي راه واضح مزيان دونك الكلى وطلع عليكم نتوقف عند هذا الحد لنكمل فيما بعد والى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.